بسم الله الرحمن الرحيم، معنا سيادة العقيد أبو محمود من جيش الأبابيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. سيادة العقيد، ما هو رأيكم في الانسحاب الروسي من سوريا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا وأسعدنا محمد. لم يكن قرار انسحاب القوات الروسية من سوريا مفاجئا كما رآه العديد، ولكنه كان نتيجة موضوعية، لأن قوة الشعوب لا تحارب ولا يمكن قهرها بأي قوة في العالم. ونتمنى أن يشكل هذا القرار ضغطا على النظام بحيث يدفع باتجاه الانتقال السلمي للسلطة في سوريا. نعم سيادة العقيد، ما هو رأيكم في الحل السياسي في سوريا؟ نحن كجيش جاهزون لتحمل مسؤولياتنا العسكرية والسياسية التي تفرضها إرادة الشعب السوري الذي ثار من أجل بناء دولته العادلة التي تحفظ حقوق الجميع السوريين وتحقق كرامتهم، وسنكون مع أي قرار سلمي أو عسكري يقرره ممثلو الشعب السوري الثائر وهم الهيئة العليا للمفاوضات. نعم سيادة العقيد، ما هي خطتكم في العمل في المرحلة القادمة؟ نحن في جيش الأبابيل نعمل على مستويين، المستوى الأول وهو المستوى العسكري، حيث نقوم بإعادة هيكلة وحداتنا وتأهيلها عسكريا ومعنويا، ونحافظ على الجاهزية العسكرية كاملة ووحدات الجيش وكافة وحدات الجيش وقطعاته. المستوى الثاني في حال تم الانتقال السلمي للسلطة في سوريا، فنحن في جيش الأبابيل نؤكد على أننا جزء لا يتجزأ من الشعب السوري، وإن كل ما بحوزتنا إنما هو عائد الملكية العامة، وسنعمل إلى جانب أبناء شعبنا لبناء الدولة السورية وإعادة هيكلة مؤسساتها، لنتمكن من مواجهة تحديات المرحلة المقبلة وأهمها الإرهاب والفكر المتطرف.